ننتقل لبرج جديد. شو هو الميزان؟ برجي يعني ميزان وبعض القوس. طب تعرف ان الفنانة شيرين ميزان وهي عم تتخبط بميلة وانت عم تتخبط بميلة؟ طب ليه؟ شو السبب؟ السبب بانه الدنيا ما نراك بيعطل. نشوف شو السبب. هات لشوف الميزان. الميزان لانه ما عم يقعد وقفة مع حاله وبيستقطب الطاقات السلبية من الاشخاص يلي حواليه. الاشياء القديمه بعده لسه ما طلع منها. برج الميزان، برج الميزان في عنده كبرياء بالمرحله اللي جاي، عنده موضوع بيتاجل متعلق بسفر، في عنده كذا حدا بده يتقابل فيهم، بس في صراعات عند الميزان. فشكله الميزان بده يقلب القلبه الكبيره، العيون ما عم تسمح له، الظروف ما عم تسمح له، فبيضله واقف مكانه. لقاء لمواليد برج الميزان بده يغير كثير بحياتهم. من هلا لاربع شهور بيكون عنده سفر، في احتمال اقامه خارجيه لمواليد برج الميزان. مقهور برج الميزان، مقهور وعنده ازمه ماديه، بيدفع مبلغ مصاري بمكان منه حاسب له حساب وبيرجع بحاسب حاله ليش دفع. تمام. اسمع، كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. مش فاضل لي مني غير حبة كروح. مع السلامة يا حبيبي وفمان، عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان. مع السلامة يا حبيبي وفمان، عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان. عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان. كده يا قلبي يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا، كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي. يعني مثل ما سمعنا من علي، سمعنا شيرين وهي من برج الميزان. سؤال سريع لو سمحتي، ما بدي ماطل كثير لانه بدي اكون كثير سريع. شو بتتوقعي لي لالي افتحي؟ توقعتي لي اترك الجديد سنت الجاي، ابرم ظهري وامشي. عندك حقيقه بدك تكشفها انت بايديك لشخص كثير مهم. اوكي. وفي حدا نتيجه انه هو بيروح من مكانه ممكن بانك انت تحل او تاخذ فرصه افضل. عندك محكمه. ما بيجي محل حدا ولا بروح محل لا حدا. لا، تاخذ فرصه احسن. بأخذ فرصة. رحيل شخص بيخليك تاخذ فرصة أفضل. أوكي. بمكان أفضل. عندك محكمة. عندي محكمة. ايه. أوه. ممكن تكون محكمة تحصل إرث، بس في محكمة. أوكي، أنا بدي تكون مزبوط حكيها، مش عم بمزح معك. أيمتى بس؟ ما لنا مطولة، من هون لشهر 12 بتخلص، إذا مو 12 يوم بتكون أول جلسة. أوكي. برج جديد، تفضلي سارة. برج القوس. برج القوس رب العالمين وحده بيعرف شو صاير فيه، ورب العالمين وحده بيعطيه الطاقة الإيجابية ليستمر وليقدر يكون أحسن. الغيرة حوالين برج القوس كتير كبيرة. برج القوس فايد بشراكة عمل جديدة، بده يعطي ثقته لحب، بصير في تبادل مشاعر بينه وبين حدا، في نفور بينه وبين الحبيب بالفترات اللي جاي. بس برج القوس بالعمل بده يكون معه أموال، خبرته بده يستثمر فيها مع حدا وبتنتج هيدي الخبرة. اثنين إشارات وبده يحذر مولود برج القوس من شخص بيحاول يفوت معه بعلاقة غير شرعية. بهيدا البرج النجم اللبناني اللي بنرفع راسنا فيه الكبير الأستاذ عاصي الحلاني. شو بتتوقعي له لعاصي الحلاني؟ عاصي الحلاني هلأ عنده قاعد على طاولة فيها اتفاقيات كبيرة، شكله بده يفتح شركة كتير كبيرة،
وهيدي الشركة بدها تكون مختلفة عن المجال اللي هو متعارف عليه بده يشتغل فيه، ممكن تكون بالتعاون مع حدا من ضمن عائلته، عنده شيء قديم كان محافظ عليه ممكن انه يفكر يبيعه، بده ينتبه من ضغوطات عائلية، بس في عنده نقل إقامة من مكان لمكان، بيروح بيعيش برا خلص. شهر 6/2025 بيقرر انه يصير ما بين هون ودولة ثانية، يعني بغادر لبنان؟ مش بشكل دائم، ممكن يصير جده بشهر من هون لتقريبا 5 أسابيع أو 6 أسابيع، يعني فينا نقول هون لثلاث شهور ممكن نسمع بحبل بنته، يصير جده يعني 10 شهور 12 شهر، شهر 6/7 ممكن يصير جده. حلو، بدنا نقول لها ألف مبروك لمريضة الحلاني، ممكن تكون أختها أو أختها كمان، بدنا نقول لهم مبروك إن شاء الله يا رب. يا رب نسمع هذا الخبر سريعا ونقول مبروك لعاصي، خليله إياهن ويبقى بهالزخم.